السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم إلى دنيا المال والأعمال في حلقة جديدة على الهواء مباشرة من خلال قناة الرواد الفضائية. مشاهدينا نقدم من خلال هذه الحلقة العديد من الأخبار وأيضا تحليل البورصة ونطالع سويا مستجدات إكسبو 2020 دبي والمزيد من خلال أونلاين وفقرة المستشار. فأهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدينا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. أولى فقراتنا جولة في أبرز أخبار المال والأعمال والشركات. البداية من أخبار الإماراتية. أبو ظبي تطلق صندوقا صناعيا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية العام. في التفاصيل قال أحمد هلال البلوشي المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة في دائرة التنمية الاقتصادية بأبو ظبي أنه سيتم إطلاق صندوق صناعي جديد لدعم نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول نهاية العام الحالي. وأكد البلوشي حسبما أوردت صحيفة الاتحاد أن إمارة أبو ظبي تبذل الكثير من الجهد لتقليل التكلفة التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لتشجيعهم على الانخراط في النشاطات الصناعية والابتكارية. جاءت تصريحات البلوشي خلال فعاليات الدورة الثانية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في روسيا. إلى رويترز مشاهدينا، وسينوبيك الصينية توقع عقد خطوط أنابيب لحقل المرجان النفطي مع أرامكو السعودية. ذكرت شركة سينوبيك الصناعية يوم الخميس أن سينوبيك إنجينيرينج التابعة لها وقعت عقدا للعمل على مشروعين لخطوط الأنابيب في حقل المرجان النفطي التابع لأرامكو السعودية. يأتي ذلك الإعلان بينما أرست أرامكو 34 عقدا بقيمة إجمالية تصل إلى 18 مليار دولار لتنفيذ مشاريع للتصميم والتوريد والإنشاءات في حقلي المرجان والبري النفطيين. وقالت سينوبيك أن وحدتها ستشارك في مشروعات الهندسة الخاصة بخطوط الأنابيب في منطقتي تنجايب ورأس تنورة في السعودية، ولم تدلي بمزيد من التفاصيل عن العقد. نواصل مشاهدينا جولة الأخبار وإلى صحيفة الاقتصادية ونقرأ فيها في أوروبا. الاتحاد الأوروبي يوافق على اندماج بين فايزر وجلاسكو سميث كلاين. أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء منح الضوء الأخضر لصفقة اندماج قطاعات العقاقير التي تباع بدون وصفة طبية في كل من فايزر الأمريكية للأدوية ومنافستها البريطانية جلاسكو سميث كلاين، لكنها وضعت شروطا للموافقة النهائية عليها. وقالت المفوضية أن صفقة اندماج قطاعات الأدوية التي تباع بدون وصفة طبيب في فايزر وجلاسكو سميث يمكن أن تتم إذا باعت فايزر شركة ثيرماكير التابعة لها. كانت الشركتان مشاهدين قد توصلتا إلى اتفاق بشأن هذه الصفقة التي تقدر بمليارات اليورو في نهاية العام الماضي. في الوقت نفسه فإن المفوضية وهي المعنية بحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي سيكون عليها الموافقة على صفقة بيع ثيرماكير التي تنتج خافض الحرارة ومسكن للألم. يذكر أن الكيان الجديد الناتج عن الاندماج المنتظر سيبيع منتجات مثل مسكن الألم فولتافلور، ويأتي ذلك في وقت الذي تتجه فيه شركات الأدوية العالمية الكبرى إلى التخلص من قطاعات الأدوية التي تباع بدون وصفة طبية ذات هامش الربح المحدود والإيرادات المتراجعة. من أوروبا مشاهدينا إلى أمريكا، وترامب يطالب بالتحقيق بشأن خطة فرنسا لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الكبرى. أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحقيق في خطة فرنسا الضريبية على شركات التكنولوجيا الكبرى، وهي خطوة قد ينتج عنها فرض رسوم جمركية انتقامية. وقال بيان الممثل التجاري الأمريكي روبرت لاتيزر أن أصدر السيد ترامب تعليماته بالتحقيق في آثار هذا التشريع وتحديد ما إذا كان تمييزيا أو غير معقول أو أعباء أو تعقيدا للتجارة الأمريكية، إذ من المقرر أن يوافق البرلمان الفرنسي الخميس على فرض ضريبة بنسبة 3% على الإيرادات التي حققتها شركات مثل جوجل وفيسبوك داخل الدولة. ومن المتوقع أن تجمع الضريبة الجديدة حوالي 400 مليون يورو، أي ما يعادل 450 مليون دولار هذا العام. وستخضع لتلك الضريبة أي شركة رقمية تزيد إيراداتها عن 750 مليون يورو، منها على الأقل 25 مليون يورو تم توليدها في فرنسا. نختم مشاهدينا هذه الجولة من الأخبار في خبر حصري وأخبار النفط من رويترز. وزير مصري تراجع مدخرات شركات النفط الأجنبية إلى 900 مليون دولار نهاية يونيو.
قال وزير البترول المصري طارق الملا لرويترز يوم الخميس أن إجمالي المدخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو حزيران الماضي، وانخفضت المستحقات بذلك 25% عن مستواها في نهاية السنة المالية 2017-2018 حين بلغت 1.2 مليار دولار، ونحو 62% عن مستواها في يونيو حزيران 2017 حين بلغت 2.4 مليار دولار. تهيمن شركات إيني وبي بي وشل وإديسون على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر في السنوات الأخيرة. وأضاف الملا لرويترز رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو حزيران إلى 900 مليون دولار من 1.2 مليار دولار قبل عام، سنقوم بسدادها قريبا بإذن الله. وجدير بالذكر أن فاتورة الشهرية لشركاء الأجانب تبلغ 700 مليون دولار. يقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر أن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول النفط والغاز. وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 والتي أطاحت بحكم حسني مبارك لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012، غير أن تلك المديونية بدأت في الانخفاض تدريجياً منذ 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة. مشاهدينا، من هذا الخبر تنتهي جولتنا في أبرز أخبار المال والأعمال والشركات. نكمل فقرات برنامج دنيا المال والأعمال بعد قليل. مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء من جديد. الآن إلى فقرة إكسبو 2020 دبي، والتي نتناول من خلالها أخبار وآخر مستجدات إكسبو وكل ما يتعلق بهذا الحدث العالمي. اليوم مشاهدين نتناول واحدة من الموضوعات إكسبو المهمة، وهو الاستدامة في إكسبو 2020 دبي. ويعمل إكسبو على تقليل البصمة الكربونية بشكل عام في جميع معارضه، وبالأخص في إكسبو الدولية المقبل. ويطمح مشاهدين إكسبو 2020 دبي إلى تنظيم واحد من أكثر معارض إكسبو العالمية استدامة في التاريخ، وهذا تعهد قوي جدا، أليس كذلك؟ لتحقيق هذه القاية الطموحة طور فريق العمل استراتيجية مليئة بالأفكار والمبادرات التفضيلية والإبداعية، ولا يقتصر الأمر على دعم موضوع الاستدامة الذي تتبناه في إكسبو 2020، بل يمتد ليتوائم مع خطة دبي للعام 2021 ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2021 وأجندة التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة لعام 2030. وقد بدأت الإمارات بالفعل في المضي قدما بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستدامة. مشاهدينا، لقد تم وضع استراتيجية يسعى من خلالها لإحداث أثار إيجابية على نطاق وطني وإقليمي وعالمي، وتتمحور هذه الاستراتيجية حول 4 أهداف رئيسية. الحديث هنا عن استراتيجية إكسبو 2020 دبي. الهدف الأول مشاهدينا من هذه الاستراتيجية هو ترك إرث من البنية التحتية المستدامة والممارسات المحكمة في هذا المجال. وأيضا من الأهداف دعم جهود الاستدامة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وزيادة الوعي العام والتفاعل المجتمعي فيما يخص مبادئ الاستدامة والعيش بطريقة مستدامة. بينما يتلخص مشاهدين الهدف الأخير حول تطوير حلول المتعلقة بالاستدامة يمكن قياسها وتمديد أثرها ليشمل الاقتصاد بشكل موسع. إذن مشاهدين، هذه هي 4 أهداف الرئيسية التي سيتم العمل عليها، وهناك أهداف فرعية بالتأكيد عديدة. السؤال الآن، كيف سيحقق إكسبو الاستدامة؟ بالتأكيد بالعديد من الطرق، ولكن سنتناول الآن بعض الممارسات التي ستتم في إكسبو 2020 دبي. أولى هذه الممارسات مشاهدينا توليد الطاقة النظيفة. سينتج إكسبو 2020 دبي طاقة نظيفة من خلال موارد متجددة مع تقليل الاستهلاك الكلي للطاقة عبر تقنيات التشييد المعتمدة على الإضاءة الخارجية وكفاءة عملية التشييد. تقليل استهلاك الماء، سيقل استهلاك الماء مياه في خلال اعتماد وسائل تحكم في القياس والري، وسيكون استهلاك مياه الشرب منخفضا هو الآخر
من خلال تطبيق تقنيات استخلاص الرطوبة الموجودة في الهواء، وأيضا سيتم تعزيز الحلول الطبيعية، وسينعم الزوار بالبرودة والراحة خلال زيارتهم لإكسبو 2020 من خلال عدة مسارات للمشي، وبمقدورهم أيضا التمتع بوجود أنواع محلية من النباتات وأنواع قابلة للتكيف مع بيئة البلاد. وستدار غالبية المناطق المفتوحة من دون استخدام مبيدات حشرية كيميائية أو أسمدة أو مزيلات أعشاب كيميائية. واحد أيضا مشاهدينا، من الممارسات والوسائل تقليل بصمتنا الكربونية، وستقلل انبعاثات الكربون إلى أقصى درجة من خلال استراتيجية تعتمد ترشيد انبعاثات الغاز المسبب للاحتباس الحراري، وستكون هنالك مبادرات للنقل العام الجماعي بهدف تقليل البصمة الكربونية. جانب آخر مشاهدينا من هذه الجوانب وهو استخدام مواد بناء المستدامة، وسيقل استهلاك المواد الطبيعية حيث يوجد تركيز قوي على المواد الإنشاء المستدامة، وسيتم الإبقاء على 80% من المنشآت كي تخدم هذه أو في هذه المرحلة مرحلة الإرث. تقليل الهدر مشاهدينا، هذه هي واحدة من النقاط المهمة أيضا، ويسعى إكسبو لتحويل 85% من جميع النفايات من المكبات من خلال إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو إعادة توظيفها، أي عمليا تحويل النفايات إلى كل شيء من الأسمدة إلى القمصان التذكارية. وأخيرا مشاهدينا، تحسين الوعي بالاستدامة، وستقل البصمة البيئية لإكسبو 2020 بصورة أكبر من خلال التوعية بالاستدامة، بالإضافة إلى الممارسات العلمية المستدامة وإدارة الأنشطة ونشر الأحداث بهذا الخصوص. سيحرص غائمون مشاهدين على ترك أثر إيجابي بعد الشهور الست التي يقام فيها إكسبو 2020 عند ملايين الزوار والمتابعين، للتأكيد على الالتزام بالبيئة. مشاهدين، بعدما تعرفنا على موضوع إكسبو، ماذا عن جديد إكسبو؟ قام إكسبو بدعوة لجميع المبدعين للمشاركة في تصميم سبيل المستقبل في إكسبو 2020، وهي عبارة عن مسابقة تصميم تدعو العقول المبدعة في الإمارات إلى تخيل شكل نوافير الشرب التي ستروي عطش زوار إكسبو 2020. وتدعو مسابقة سبيل 2020 المصممين والمهندسين والفنانين وغيرهم من المهنيين المبدعين في الإمارات إلى تقديم أفكارهم في هذه المبادرة التي أطلقها إكسبو 2020 بالتعاون مع مؤسسة فن جميل التي تدعم التراث والتعليم والفنون، وتشجع مسابقة سبيل 2020 المبدعين الملمين بالثقافة الإماراتية على المشاركة بتصاميم جديدة ومبتكرة لسبيل الماء. وستضم مبادرة سبيل 2020 ثلاثة نوافير يصممها فنانون محليون، سيجري الإعلان عنها بالتزامن مع الإعلان عن الفائزين بالمسابقة في نوفمبر من العام 2019. هل أنت مهتم بالمشاركة؟ إذن قم بزيارة الموقع الرسمي لإكسبو 2020 دبي، أو أرسل تصميمك قبل إغلاق باب التقديم يوم 31 من أغسطس 2019. مشاهدينا، هذه كانت معلومات وأخبار عن إكسبو 2020 دبي، سنوافيكم بكافة الأخبار التحضيرات وآخر المستجدات في حلقات قادمة بإذن الله. إذن الآن مشاهدينا، فاصل إعلاني قصير، نواصل وتقديمه من بعد دنيا المال والأعمال. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد عبر دنيا المال والأعمال، مشاهدينا من خلال قناة الرواد الفضائية. الآن دعونا نتعرف على حركة الأسهم والمؤشرات في سوق دبي المالي والأسواق الخليجية والعربية، والبداية من سوق دبي المالي الذي يشير المؤشر مشاهدينا إلى انخفاض ب 2685 نقطة، كان في بداية الجلسة بارتفاعات وصلت ل 2694 نقطة، في آخر نهاية الجلسة مشاهدينا كان هنالك انخفاض للمؤشر يسجل أقل من 10 أو 6 النقطة المئوية، إذن انخفاض بواحد فقط نقطة مئوية. كان سجل يوم أمس مشاهدينا ارتفاع مؤشر دبي للأسواق المالية. ما هي الأسهم أو القطاعات المؤثرة على المؤشر مشاهدينا؟ نأتي إلى العقارات على انخفاضات مشاهدينا، بالرغم من ارتفاع الأماكن العقارية، وبالرغم أيضا من ارتفاع العديد من الأسهم منها عمارة عقارية وأيضا الاتحاد، كان هناك على انخفاضات. ماذا عن التأمين؟ على انخفاض أيضا البنوك، ارتفاع بدعم من NBD أو بنك الإمارات دبي الوطني على ارتفاع طفيف ولكنه يدعم السوق، وأيضا مصرف عجمان كان على ارتفاع. ماذا عن النقل مشاهدينا؟ 6% قطاع النقل عفوا
وارتفاعات كبيرة جدا لهذا القطاع. يوم أمس كانت العربية للطيران هي المرتفعة بأكثر من 1% مشاهدينا، والآن الاستثمار على انخفاضات و1% للسلع والخدمات و9% لقطاع الخدمات. 9% إذا ارتفاع كبير، ولكنه لا يؤثر على السوق بعد مكاسب كبيرة مشاهدينا حققها السوق من البداية. الآن مشاهدينا الكرام من القطاعات الكبيرة مشاهدينا، نتجه إلى استعراض أبرز الأكثر ارتفاعاً، الأسهم الأكثر ارتفاعاً مشاهدينا. 2.8% هنا ارتفاع لمجموعة السلام، ومنذ بداية الجلسة هي على ارتفاعات وصلت ل 3%، ولكن يغلق المؤشر منخفض أو عفواً مرتفع ب 2.8%. 2.3% أيضاً هي من المؤشرات من أمانات مشاهدينا، ورابتك من تدعم قطاع النقل أو تدعم قطاع الإنشاءات، ولكنها أيضا على ارتفاع. DXB Entertainment أيضا على انخفاض، وGFH على ارتفاعات كبيرة مشاهدينا، ارتفاع بواحد في المئة، 1.8% لأرابتيك، و 1.55% لدبي DXB، و 1.47% هنا نشاهد ارتفاعات. ماذا عن الأسهم الأكثر انخفاضا مشاهدينا والتي تؤثر بشكل كبير على السوق؟ وهنا انخفاض لعمار مولز مشاهدينا، ايضا يوم امس كان هناك انخفاض على عمار مولز، دار التكافل ارتفاع مشاهدينا. بكل تاكيد هذا السهم يشهد انخفاض منذ بدايه الجلسه، تقلصت الانخفاضات ووصلت الى 1.6%، 1.2% او عشريه النقطه المئويه لان ديجيتال يسجل انخفاضات منذ بداية الجلسة. شعاع مشاهدينا يسجل انخفاض، وهنا الجدير بالذكر انخفاض ب19 نقطة مئوية. شعاع مشاهدينا لديها اليوم اجتماع للجمعية العمومية للموافقة على الاندماج بينها وبين أبوظبي التجاري. أيضا مشاهدينا هذا الاجتماع الناس تنتظر، جميع المستثمرين، لنتائج اجتماع الجمعية العمومية. في وقت سابق كان لشعاع واجتماع مجلس إدارة كان قد وافق على الاندماج، وأيضا وافق على زيادة رأس مال شركة شعاع كابيتال إلى زيادة بمليار درهم. أيضا من الأسهم مشاهدينا 0.7% هو هنا أملاك للتمويل، وأيضا أملاك هنا كانت على انخفاضات منذ بداية الجلسة. إذا ليس هناك تغيير كبير جدا في القيم منذ بداية الجلسة وحتى نهاية الجلسة اليوم للأسهم الأكثر انخفاضا أو الأكثر ارتفاعا. نأتي لإطلاع أو نظرة عامة على المؤشرات الموجودة في سوق دبي المالي. شركة انجيد كما ذكرنا، العربية طيران اليوم على ثبات مشاهدينا، العربية طيران على ثبات اليوم، ولكنها ارتفاعات كانت يوم أمس ب1.9%. السهم يسجل هذه الأيام أداء جيدا بين الثبات وبين الارتفاع. مصرف عجمان مشاهدينا يدعم قطاع البنوك وهو اليوم على ارتفاع. شركة الفردوس على ثبات مشاهدينا، مجموعة السلام القابضة على ارتفاعات اللي هي اليوم الثالث نشهد هذه المجموعة ارتفاعات كبيرة جدا، وأيضا شركة أمانات القابضة ارتفاع مشاهدينا، وأراميكس للنقل ارتفاع مشاهدينا، والشركة العربية وأرابتك السهم هنا السهم سبب الارتفاع سنتحدث عنه في أخبار السوق مشاهدينا لأرابتك القانون. دبي التجاري كان على ارتفاع مع بنك الإمارات دبي الوطني، وكانوا يدعم البنكين يدعمون قطاع البنوك عموما، ولكن نهاية الجلسة بختام دمك العراقارية على ارتفاعات دار التكافل أيضا، وسوق دبي المالي أيضا على ارتفاعات بنك دبي الإسلامي. نشاهد انخفاض طفيف جدا على لهذا البنك في اليومين الماضيين، وأيضا في منذ بداية الأسبوع في جلسات بداية الأسبوع. DXP مشاهدين على ارتفاعات بنك الإمارات الاستثمار، وأيضا عمار العقارية على انخفاض برغم أنه عمار أيضا لديها الأخبار الجيدة التي أثرت على السهم، وكان يوم أمس ويقود الأسهم المرتفعة في سوق دبي المالي. عمار كان هو السهم الأكثر ارتفاعا بأكثر من 3%. إعمار للتطوير وإعمار مورز، إعمار تطوير على ارتفاع، إعمار مورز على انخفاض. الإمارات دبي الوطني يدعم مع مصرف عجمان، ولكنه لا يؤثر كثيرا على السوق. النسب مشاهدينا متفاوتة بشكل كبير جدا بين المؤشرات المختلفة، انخفاضات طفيفة. عموما السوق دبي المالي كان قد شهد نتائج وأداء جيد خلال الفترة الماضية. ماذا مشاهدينا عن أخبار السوق والتي أثرت بشكل أو بآخر عن هذه النتائج؟ اليوم مشاهدينا كما ذكرت الجمعية العمومية لشعاع كابيتال، وينتظر إصدار قرار بالموافقة على دخول شركة أبوظبي كابيتال مانجمنت كشريك استراتيجي مقابل كامل إجمالي الأصول، وأيضا الموافقة على زيادة رأس مال الشركة. أيضا مشاهدينا أعمار عقارية برغم الانخفاضات اليوم، يوم أمس كانت قد أعلنت عن منازل سشوار ضمن مشروع ميناء راشد، ويوم أمس أيضا تم عقد اجتماع لمجلس إدارة كل من الخليج للملاحة
والتي وافق مجلس إدارة الشركة على إعادة تمويل القروض لبعض من سفن الشركة، وأيضا تم عقد اجتماع لمجلس إدارة أمانات. أمانات اليوم على ارتفاع، ولكن الخليج الملاحة على انخفاضات. وأيضا مشاهدينا، من ضمن الأخبار تعيين عادل الواحد كرئيس مالي بالإنابة لأرابتك القابضة. ننتظر اليوم نتائج اجتماع البنك المصري بخصوص أسعار الفائدة، ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة أو سيرفع أسعار الفائدة. وأيضا ننتظر نتائج الربع الثاني من العام 2019 والإفصاح عن أداء الشركات والأرباح للتأثير على سوق دبي المالي وجميع الأسواق. هذه جلسة نهاية الأسبوع على تراجعات طفيفة 1.9% 1.9 نقطة فقط، أقل من 1 أو 10 نقطة المئوية هذا الانخفاض، مع بدايات كبيرة جدا. وصل السهم إلى أو المؤشر عموما وصل إلى حاجز 2690 نقطة. مشاهدينا، بعد استعراض سوق دبي المالي دعونا نستعرض سويا بعض مؤشرات الأسواق العربية والخليجية. مشاهدينا، كما تابعنا سويا الاسهم الخليجيه والعربيه، نلاحظ سهم سوق الاسهم السعوديه. وصلت الاسهم السعوديه ارتفاع للجلسه الثانيه لتغلق اليوم عند ارتفاعات ب 8854 نقطه، ارتفاع كبير جدا من قطاعي المصارف بدعم من قطاعي المصارف والاتصالات. واليوم ايضا نشهد قطاع الخدمات يدعم سوق السعوديه. سوق ابو ظبي مشاهدينا ايضا على ارتفاعات طفيفه بدعم من الدار العقاريه التي وقعت اتفاقيه مع إمارة أبو ظبي بخمسة مليارات أو مشاريع بخمسة مليار درهم. سوق مصر اليوم مشاهدينا على انخفاض، الكويت على ارتفاعات. الكويت تقود الأسهم الخليجية لمدة أسبوع على ارتفاعات، أداء جيد للبورصة الكويتية خلال هذا الأسبوع. البحرين على انخفاض بعشر النقطة المئوية، نلاحظ هنا الانخفاضات بسيطة جدا. مصر على انخفاض مشاهدينا بما يقارب 1%، وتنتظر السوق المصرية نتائج البنك المركزي المصري وما إذا كان سيخفض أو سيخفض من أسعار الفائدة أم لا، انتظار للنتائج. وإن شاء الله سوف ننتظر هذا اليوم، وسيأتي الأثر في الأسبوع القادم مع بداية تداول يوم الأحد. مشاهدينا، بعد أن تابعنا الأسهم الخليجية والعربية دعونا نتابع سويا أسعار الذهب والمعادن النفيسة. للجلسة الثالثة على التوالي مشاهدينا، ارتفاعات للذهب يتخطى حيز 1420 دولار. حين كتبنا هذه الأرقام كان ما زال في 1300، الآن 1420، ناتج من ارتفاع انخفاضات انخفاض الدولار يؤثر على أسعار الذهب. وأيضا إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية والاستعداد لخفض الفائدة، ترقب ناسداك وجميع المؤشرات البورصة العالمية والأوروبية أيضا خفض الفائدة للفيدرالي الأمريكي، وما ستسفر عنه هذه النتائج بعد التلميحات إلى أنه سوف يخفض هذه الفائدة. بعدما تابعنا مشاهدينا مؤشرات الأسواق العربية والخليجية وسوق دبي المالي وقمنا بتحليل المؤشرات، سنواصل فقراتنا المختلفة، ولكن بعد فاصل إعلاني قصير، ابقوا معنا. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من جديد في دنيا المال والاعمال. وصلنا بكم الى فقره اونلاين، والتي من خلالها نقدم شرحا لكيفيه استخدام الخدمات الذكيه الحكوميه والخاصه المتعلقه بالافراد والتي تخدم الشركات والمؤسسات. اليوم سنتناول واحد من الانظمه التي قامت بتصميمها شركه الرواد للحلول المتكامله لصالح اكاديميه الرواد للتدريب وجميع المراكز. يعمل النظام على تسهيل عمليه اداره مراكز التدريب المختلفه، فملاحظ أن أغلب الراغبين في التسجيل والانضمام للبرامج التدريبية المختلفة قد يتكاسل من الذهاب
عند رؤية إعلان تجاري ما وتقليدي عن دورة تدريبية أو حتى كان هو في حوجة أو أمس الحوجة إليها. نظام إدارة مراكز التدريب وجد علاقة وأوجد علاقة جيدة وربط بين المتدربين والمدربين وجعل من التسجيل للبرامج التدريبية شيء سهل بفضل الأونلاين، وأيضا إدارة المدربين وتوزيع البرامج التدريبية على مدار العام أصبحت من الأشياء السهلة. النظام لديه العديد من الفوائد، دعونا نتابع سويا ونتعرف على هذه الفوائد. نظام إدارة التدريب نبذة عن البرنامج. هو برنامج خاص بإدارة مراكز التدريب وأقسام التدريب، تم تصميمه بطريقة احترافية لإدارة العمليات التشغيلية للتدريب، وهو تطبيق على الإنترنت أونلاين يمكن للمستخدم الدخول على النظام من أي مكان في العالم، وكذلك يعمل النظام على تقييم المتدربين أونلاين وإعطاء نتيجة التقييم بصورة فورية للمتدرب حتى يتم تحديد مستواه ومستوى الدورة التدريبية. كما يقوم النظام بإدارة العملية التشغيلية بالكامل، حيث يتم فيه تسجيل بيانات المتدربين والمدربين وكذلك دفع الرسوم والحصول على الفواتير وربطه مع جداول الدورات التدريبية وبرنامج الحضور والانصراف للدورات التدريبية. كما ويمتاز البرنامج ببرامج لتقييم الدورات التدريبية وتقييم المدرب ومركز التدريب، ويقوم كذلك البرنامج بقياس أثر العائد من التدريب. الفئات المستفيدة من هذا البرنامج: مراكز التدريب والمؤسسات التعليمية والأكاديمية، المؤسسات والدوائر الحكومية، مؤسسات وشركات القطاع الخاص. فوائد وأهمية هذا البرنامج: النظام يسهل عملية إدارة أقسام ومراكز التدريب. البرنامج يقوم بعمل التقييم للمتدربين من دون الحاجة إلى موظفين يقومون بعمل التقييم. البرنامج يعمل على تصنيف بيانات المدربين وتقسيمهم حسب القطاعات وأنواع الدورات التي يقومون بتقديمها، إعطاء تقرير يومي، ويمكن طباعة الشهادات وبطاقات المتدربين عبر النظام. يمكن إضافة عدد من الخدمات الحكومية والخاصة الجديدة عبر النظام. الخدمات التي يقدمها هذا البرنامج: تنسيق عمل البرامج التدريبية، تقييم المتدربين والمدربين، طباعات الشهادات وبطاقات المتدربين عبر النظام. طبعا سويا مشاهدينا، هذه المادة التي تعرفنا من خلالها على نظام إدارة مراكز التدريب والمطبق في أكاديمية الرواد للتدريب، وبفضله وبفضل الخدمات الكبيرة جدا والمميزات التي من خلالها نستطيع أن إصدار شهادات، وأهم ما في هذا النظام هو إجراء تقييم للموارد البشرية، وهذا ما يميز أكاديمية الرواد للتدريب إلكترونيا. عن طريق الأونلاين نستطيع تقييم الموارد البشرية وتوزيعها للقطاعات المختلفة، وأيضا الإعلان عن الدورات التدريبية وتوزيع قطاعات التدريب والمدربين، وكل العملية التدريبية تدار بواسطة الأونلاين من خلال هذا النظام. مشاهدينا، نواصل تقديم الدنيا المالي والأعمال، ولكن بعد قليل فقرة المستشار. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الفقرة التي من خلالها نقدم العديد من النصائح لأصحاب الأعمال والشركات ورجال الأعمال الراغبين في بدء نشاط تجاري أو اقتصادي أو خدمي أو غيره من الأنشطة. مشاهدينا، هل يرغب واحد فيكم أو أحد منكم في الحصول على رخصة تجارية في دبي؟ وهل هنالك مخاوف من بطء الإجراءات أو تكلفتها المالية؟ هل لديكم معلومات عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية في دولة الإمارات بصفة عامة وإمارة دبي بصفة خاصة فيما يتعلق بتأسيس الشركات والأعمال؟ وربما أيضا تودون معرفة من أين تبدأ خطوات تأسيس الشركة في دبي ومن أين تنتهي؟ ما هي الشركات التي يمكن أن تساعدكم في هذا الشأن؟ سيجيب المستشار الاقتصادي عن كل هذه الأسئلة وغيرها ستشاهدونها بالتأكيد، وسيساعدكم على تأسيس شركتكم. ولكن في الحلقة القادمة فكونوا
على الموعد. مشاهدينا وصلنا بكم إلى نهاية حلقة اليوم من دنيا المالي والأعمال، ومن خلالها قدمنا العديد من الفقرات أبرزها أخبار الشركات والمالي والأعمال وتحليل أسواق المالي والأسهم، وأيضا أخبار الشركات المختلفة ومستجدات إكسبو وآخر أخبارها. المزيد دائما على r-group.ae، كما يمكنكم متابعة بث الحالي للقناة وبرامجها المختلفة على الموقع ذاته. تقبلوا تحياتي عمر نور الدين وتحيا فريق العمل r-group.ae دائما للمزيد. إلى اللقاء، دمتم بألف خير وعافية.